شاهد أحد الظهور للفنانة اللبنانية ألين خلف ومع ابنتها وقصة انفصالها عن رجل أعمالها جيجي لامارا. أهلا بكم يا زين ويا صبابين الشاي ودلع الحبايب وبايد وايد. أغنيات للفنانة اللبنانية ألين خلف ما تزال عالقة في أذهان الكثيرين ممن عاصروا أغنيات فترة التسعينيات، إلا أن الفنانة اللبنانية ألين خلف اختفت فجأة عن الأضواء بعد نجاحاتها الساحقة في تلك الفترة، وتزوجت من رجل الأعمال اللبناني كارلو إيلي، وتفرغت لأسرتها بعد إنجابها لطفلة تدعى ليفي. بينما تنشط ألين من وقت لآخر على السوشيال ميديا وتنشر أحدث صورها وبعض اللقطات لها مع عائلتها. الفنانة اللبنانية ألين خلف رغم أنها لم تعتزل الفن بشكل رسمي، لكنها اختفت عن الساحة الغنائية منذ سنوات طويلة بعد فترة زواجها، حيث دخلت القفص الذهبي وتزوجت من رجل الأعمال اللبناني كارلو إيلي أيوب في 24 يوليو عام 2013، وهو نجل الكوميدي الشهير إيلي أيوب، ورزقت منه بطفلة. الفنانة اللبنانية ألين خلف كشفت في أحدث صورها على حسابها الرسمي على إنستغرام عن لقطة مميزة لها مع ابنتها ليفي أيوب، فظهرت برفقتها وهي تحتضنها وعبرت عن حبها الكبير لها قائلة: يا عمري كله، العمر كله ضلني حدك. ولفتت الطفلة ليفي الأنظار بالشبه الكبير مع والدتها، فاعتبر البعض بأنها نسخة مصغرة عن أمها. في المقابل فإن الفنانة اللبنانية ألين خلف نادرا ما تنشر صورها برفقة زوجها على إنستغرام، فتظهر معه بلقطات قليلة. بلقطات قليلة وآخرها في شهر يونيو الماضي، وهي صورة نفت فيها الفنانة بشكل غير مباشر ما يتردد حول أخبار طلاقها. الفنانة اللبنانية ألين خلف مع زوجها. ولدت الفنانة اللبنانية ألين خلف في 12 من إبريل عام 1974، وعمرها الآن 47 عام، ومنذ صغرها أحبت الغناء والفن والموسيقى، وكانت تمتلك صوتا جميلا جدا ذو خامة فريدة من نوعها جعلتها نجمة صف أول فيما بعد. وعلى الرغم من أن موهبتها ظهرت وهي صغيرة في العمر، إلا أن ذلك لم يمنعها من متابعة دراستها، فأنهت ألين مرحلة الثانوية وتخصصت في مجال الحقوق وتخرجت منه في عام 90. ولم تكن مسيرة الفنانة اللبنانية ألين خلف سهلة، ولم تحصل على شيء من دون تعب، أما البداية فكانت بمشاركتها في مسابقة الفنانين الهواة عبر برنامج ليالي لبنان عام 83، وبفضل صوتها المميز حصلت ألين خلف على الميدالية الذهبية. وبعد أن حققت هذا النجاح بدأ اسمها يعرف أكثر في الوسط الفني، وفتحت لها أبواب كثيرة، فغنت في المقاهي والمطاعم الكبرى إلى جانب الفنانين الكبار. وتقول الفنانة اللبنانية ألين خلف إن والدها كان معارضا لفكرة أن تصبح فنانة، لكن والدتها دفعتها إلى الغناء ولفتت نظرها إلى موهبتها. ومع أن الفن أصبح حلمها فيما بعد، إلا أنها تلوم والدتها لأنها شدتها باكرا إلى طريق الفن. في العام 96 بدأت الفنانة اللبنانية ألين خلف تطلق أغنية خاصة بها، وكان أول ألبوم لها بعنوان خايفة منك. وبعد نجاحه الكبير أصدرت ألبومها الثاني بساط الريح، تبعه عام 98 ألبومها الثالث الذي حمل عنوان يا زين. وفي العام 99 أصدرت ألين خلف ألبومها الرابع وايد وايد، ثم لا ليلي عام 2000. كانت ألين وقتها تعيش ازدهارا فنيا كبيرا، وأصبحت نجمة كبيرة في العالم العربي، بحيث كانت إدارة أعمالها منظمة من السيد جيجي لامارا.
والذي عرف كيف يسوق أعمالها ويهتم بشهرتها بشكل كبير. في عام 2002 انفصلت ألين خلف عمليا عن مدير أعمالها جيجي لامارا الذي قال لها وقتها إنه لم يعد يريد العمل في مجال الفن، إلا أنها تفاجأت فيما بعد أنه أصبح مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. ولم تذكر الفنانة اللبنانية ألين خلف سبب الخلاف الذي أدى إلى هذه الخطوة، ولم تنكر أيضا فضل جيجي لامارا على نجاحها وشهرتها الكبيرة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. بقيت ألين من دون إدارة أعمال بعد أن انفصلت عن جيجي لامارا وغابت عن جمهورها حوالي 3 سنوات. غابت 3 سنوات قبل أن تعود بألبوم جديد في عام 2005، حيث أصدرت ألبوم صدفة. وعن حياتها الشخصية، فقد تزوجت في عام 2013 من كارلوس إيلي أيوب، ورزقت بطفلة منه في عام 2014 أسمتها ليفي. وتقول ألين خلف إن السبب الأساسي الذي دفعها إلى الابتعاد عن عالم الفن هو وقوعها في الحب الذي جرفها. إذ أن الفن والحب لا يمكن أن يلتقيا، خصوصا إن كانت الفنانة تنوي أن تكون أما. الفنانة اللبنانية ألين خلف مع والدتها.